الأمر بات يستدعي اجتماعاً أو على الأقل نقاشاً فورياً لما آلت إليه عجلة التطور الاصطناعي التي حكماً خلقت من المخاوف بقدر أهميتها كانفجار معرفي يسعى لتغيير شكل حياتنا اليومية. مسؤولون من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيجتمعون خلال أيام لبحث المشكلات المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وغيره، ومناقشة ملفات حماية الملكية الفكرية وحملات التضليل والكيفية التي ينبغي بها وضع ضوابط حاكمة لتطور وصل حد الجنون وبات سلاحاً ذو حدين. عادت أم كلثوم للمسرح وتحدث ترامب العربية، وأنا أقول لكم لما زهق. امتهنت الروبوتات المحاماة. كل هذا يحدث في سرعة قياسية، الأمر الذي استدعى موافقة من زعماء مجموعة السبع وعلى رأسهم أمريكا من أجل عقد الاجتماع. فسرعة نمو ما يلقبه البعض بشبح الذكاء الاصطناعي باتت تستدعي ذلك وربما أكثر.